السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله في اللقاء التعليمي الثاني. حقيقة كان في اللقاء الماضي كان عبارة عن مقدمة سريعة في علم عن مبادئ الإدارة وعن الإدارة في الحضارات القديمة وأهميتها أيضا، وأيضا مستويات الإدارة يعني بكل تفاصيلها. صحيح، ايضا على العمل البروسس، المدخلات والعمليات والمخرجات. صحيح، الى ان وصلنا الى مدارس الفكر الاداري الحديث. تكلمنا عن الاداره في العصور القديمه وايضا اداره حديثا، الى ان وصلنا الى مدارس الفكر الاداري الحديث. وهو موضوع فيه تفاصيل كثير، مدارس الفكر الحديث في تفاصيل كثيرة. وهنا حقيقة أود التأكيد على أن ما يتم التطرق إليه في اللقاءات التعليمية هو عناوين رئيسية خاصة. صحيح قد نقف عند بعض التفاصيل لكن ليست كل التفاصيل، وعليه أرجو التنبه يعني أنه المصدر الرئيس هو الكتاب، لأنه زي ما قلت هذا العرض لا نأخذ فيه كل التفاصيل. وقلنا كنا تحدثنا عن الإدارة ومفاهيمها والإدارة في العصور القديمة وأيضا مستويات الإدارة وما إلى ذلك. اليوم طيب على طول لن نفتح الصوت لأنه حقيقة بيعمل لنا مشاكل. اليوم بإذن الله نتكلم عن مدارس الفكر الإداري الحديث، ثم نمر على بعض الأشياء إن شاء الله إن أسعفنا الوقت. واضح الآن زي ما عندكم في العرض إنه مدارس الفكر الإداري الحديث هناك العديد من المدارس في الفكر الإداري. عندنا المدرسة الكلاسيكية، المدرسة السلوكية، المدرسة التنمية، ونظرة الإدارة بالأهداف، المنظور التكاملي، النموذج زي في إدارة، وفي كل واحد منهم في تفاصيل ويختلف من ويختلف من مدرسة إلى مدرسة في التفاصيل بقدر أهميتها. عموما نبدأ بالمدرسة الكلاسيكية الحديثة. إيش نقصد بالمدرسة الكلاسيكية؟ إيش نقصد بالمدرسة الكلاسيكية في الإدارة؟ ممكن حد كذا إذا قد قرأ عنده مفهوم، ونخلي المشاركة كلها كتابة إن أمكن. تمام، القديمة الأصيلة. تمام، صحيح، أيوه صحيح، الشيخ محمد السيباني. طيب هذه آراء. ندخل في بعض تفاصيلها، وهي حقيقة ربما أكثر مدرسة بتأخذ مننا وقت وفيها تفاصيل كثير. نمر عليها الآن إن شاء الله ونشوف إيش المقصود بالمدرسة الكلاسيكية بالإدارة. طيب في تفاصيل، يعني في أكثر من شخص في المدرسة الكلاسيكية في نماذج. يقول المدرسة الكلاسيكية هي طريقة إدارية تركز على زيادة الإنتاج من خلال الكفاءة. هذه واحدة من خصائص المدرسة الكلاسيكية، أنها طريقة إدارية تركز على زيادة الإنتاج من خلال الكفاءة. وقلنا حقيقة هو هدف من أهداف الإدارة هو رفع الكفاءة، الذي هو زيادة الإنتاج الجودة بأقل التكاليف. فقلنا هي طريقة إدارية تركز على زيادة الإنتاج من خلال الكفاءة. بالمناسبة الشق الحاجة إنه كل المدارس الإدارية كلها مدارس قيمة، كلها مدارس مهمة، وكلها لها وجهات نظرها، وكلها أسهمت في تطور الإدارة. على أي حال ما نقولش والله نفضل مدرسة على مدرسة، مع إنه في بعدين يعني ملاحظات وجوانب إيجابية وجوانب سلبية لكل مدرسة من المدارس. بطبيعة الحال هي تبقى جهود بشرية ويبقى فيها جوانب إيجابية وجوانب سلبية. أيضا قال إنه
المدرسة الكلاسيكية تركز على الاستخدام الأمثل لموارد المنظمة من أجل زيادة الإنتاج. احنا لو نشوف هنا الآن من خلال هذه الفقرتين إنه المدرسة الكلاسيكية تركز بدرجة رئيسية على الكفاءة والإنتاج. هذا واضح الآن، هذه سمة من سمات المدرسة الكلاسيكية، أنها تركز على الكفاءة وعلى الإنتاج. أيضا المدرسة الكلاسيكية بندخل فيها تفاصيل، فيها يعني ثلاثة تفرعات رئيسية للمدرسة الكلاسيكية، معنا حركة الإدارة العلمية ومدرسة العملية الإدارية والنظرية البيروقراطية. من ممكن يعطينا فكرة عن حركة الإدارة العلمية؟ مدرسة الإدارة العلمية واضح إنه فريدريك تايلور وفرانك وليليان جيبليرت وإمرسون، هؤلاء من رواد الحركة الإدارة العلمية، لكن من يعطينا بعض التفاصيل عن حركة الإدارة العلمية؟ طيب نمر نشوف حركة الإدارة العلمية. وحقيقة أنا هنا يعني ربما أكون مع هذه المدرسة الكلاسيكية أكثر تفصيلا، ولأن حقيقة أخذت جزء كبير من الوحدة في الكتاب، وثم نمر على البقية مرور سريع لأن الوقت كما بس 12. فالحركة الإدارة العلمية هذه روادها فريدريك تايلور وفرانك ليليان جيبليرت. نشوف إيش معانا هنا في حركة الإدارة العلمية. نظرية الإدارة العلمية قال تركز هذه المدرسة على زيادة الإنتاج من خلال زيادة كفاءة عملية الإنتاج بالتركيز على البحث التجريبي، وكانت الطريقة الوحيدة للإنتاج هي رفع كفاءة العمال والموظفين. وتنص هذه المدرسة الفكرية على ضرورة تصميم خطة عمل بحيث يكون لكل عامل مهمة محددة. أهم ما في هذه المدرسة إنه التخطيط للمدراء والتنفيذ للعاملين. يأتي في شيء من الانفصال، من يهتم بالتخطيط ووضع الاستراتيجيات والرؤى هم المدراء فقط، العاملين لا يشاركوا في التخطيط، دورهم فقط تنفيذي، ربما يكون في لهم تدريب، ربما يكون في إشراف عليهم، لكن هم غير مشاركين في عملية التخطيط للعمل في المنظمة. هذه النقطة الرئيسية إنه التخطيط للمدراء والتنفيذ للعاملين، فالإدارة العليا للمنظمة هي من تتولى أمور التخطيط بعيد عن العاملين، ويكتفي العاملين فقط بالتنفيذ والعمل في خطوط الإنتاج. طيب نأتي بالنقطة التي تليها. مبادئ نظرية الإدارة العلمية حقيقة هي لها أربع مبادئ رئيسية وضعها المؤسسين لهذه النظرية، قلنا فريدريك تايلور. مبدأ الأول وضع منهجية أفضل لأداء كل مهمة. يتم النظر في الآليات التي من خلالها يتم تنفيذ العمليات، ثم توضع منهجية لأداء كل مهمة. ثم المبدأ الثاني، المديرين مسؤولون على التأكد من أن أفضل شخص، هنا نتكلم عن التوظيف، يتم اختيار الأشخاص للقيام بالوظائف بناء على معايير، بحيث أنه كل شخص يعني يتناسب مع المهمة التي توكل له. ثم المبدأ الثالث، على المديرين التأكد من اختيار أفضل هذه المهمة وضمان حصول، هي النقطة الثالثة حق التدريب، الثالثة ترتكز بدرجة أساسية على التدريب. والمبدأ الرابع من نظرية الإدارة هي المسؤولية الكاملة عن طريقة العمل، يجب أن هي المسؤولية. المبدأ الرابع هي
المسؤوليه في تفاصيل المسؤوليه الكامله عن طريقه العمل يجب ان تتم ازالتها من العامل، ويجب هي المسؤوليه وتتركز المسؤوليه هنا على لانه كما قلنا انه التخطيط هو من مسؤوليه الاداره العليا، فبطبيعه الحال بتكون المسؤوليه على الاداره العليا. فهذه المبادئ الاربعه للاداره العلميه. وهنا يتحدث عن الاساليب المستخدمه لتطبيق مدار الاداره العلميه، يعود الى تحديد الطريقه الافضل لاداء اي عمل. يقول لك كل عمل ممكن يكون في اكثر من طريقه ينجز بها العمل الواحد من وجهات نظر مختلفه، يتم اختيار الطريقه هي الانسب من بين كل الطرق التي تتم بانجاز العمل. ثم دراسه الحركه هنا المقصود بها انه مراقبه العمل، انه كل اجراء غير مهم غير مفيد في 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 اداء العمل يتم استبعاده حتى تقلل الاجراءات الى ابعد حد وتكون فقط الاجراءات محدوده. ثم تقسيم العمل، توزيع العمل عن المهام والصلاحيات وكذا، وتحديد كميه العمل اليومي. حقيقه هذا الى الان هذا يستخدم كثير في 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 الموضوع. لو تشوف في جهات تلتزم بسجل الاداء اليومي لتحدد العمل اليومي لكل موظف، وايضا توزيع المهام، رؤساء مسؤوليه الوحدات، المختصين، الوظائف المساعده، رؤساء الاقسام، مدراء الادارات وهكذا. وحده الامر، هناك شيء من المركزيه، يبقى الشخص موجه والمسؤول على العمل هو شخص واحد او جهه واحده محدده ومسؤول عن الاعمال في قدر كبير من المركزيه. واستخدام الحوافز الماديه وخطه الدفع المتغير للقطعه او للقطه واحده، خطه الدفع المتغير للقطه واحده. وهذا طبعا فيها تفاصيل كثير، زي ما قلت لكم لو نغوص في كل التفاصيل بيكون ايضا من الصعب يعني يعني نسيطر على كل المادة في فترة قصيرة، لكن هذه هي الخلاصة. ثم النظرية الثانية، النظرية المبادئية. الآن احنا ذكرنا النظرية السابقة كانت الإدارة العلمية، الآن النظرية الإدارية. وهذه السابقة معنا فريدريك فايلو، والان معنا هنري فايلو. هنري فايلو والذي قدم نظريه المبادئ الاداريه، ان تمارس الاداره معناه ان تتنبا وان تخطط وان تصدر الاوامر وان تنسق وان تراقب. هنا الحديث عن الاداره من الاعلى، هنا في نظريه المبادئ الاداريه وحتى في البيروقراطيه، هنا ان تمارس الاداره من الاعلى. ويقول انه وهنا ناتي الى نقطه مهمه، ربما هذه بتقودنا الى تفاصيل الكتاب اللي هي مهام الاداره. قال ان تمارس الاداره معناه ان تتنبا وان تخطط وان تزرع. هنا بعدين بيتكلم على موضوع المهام الرئيسيه للاداره اللي هي التخطيط والتنظيم والرقابه والتوجيه، وخمسه مهام رئيسيه للاداره اخذت من 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 العالم الفرنسي هنري فايول، وتؤكد على تدفق المعلومات داخل المنظمه. هذه وظائف الإدارة الخمس اللي تكلم عنها فايلر. وكما نلاحظ هي التخطيط، التنظيم، والتعيين والتوظيف، الرقابة، التوجيه، وفي كل واحدة منها تفاصيل. ثم الثالثة هي البيروقراطية. ما نقصد بالبيروقراطيه الاداريه، النظريه الاداريه او النظريه البيروقراطيه في الاداره، ايش نقصد بها؟ روتين رسمي، روتين ممل. طبعا ليس بالضروره ان يكون روتين ممل، هذا انطباع ربما
سائد انه روتين ممل، ليس بالضروره ان يكون روتين ممل، هي مدرسه اداريه او نظريه اداريه لها جوانبها الايجابيه ولها حيثياتها اللي اشتغل عليها الناس، ليس بالضروره فقط هو درجه الناس الان الطبع عندنا انه روتين ممل، هي صوت المكتب فعلا. فالنظريه البيروقراطيه قال تركز على القواعد والاجراءات والتسلسل الهرمي والتقسيم الواضح للعمل. يعني زي ما قلنا هي مش 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 يعني اداء روتيني ممل، لا هي نظريه لها فلسفتها ولها ايضا مبرراتها ولها المرتكزات التي بنيت عليها. بل البعض يرى ان البيروقراطيه هي للحد من الفساد، لانه ظهرت مع بدايه الثوره الصناعيه ظهر شيء من الفساد في اوساط المنظمات، فكانت البيروقراطيه كان هدفه الحد من الفساد. وهل نقول عليه الان بيروقراطيه وسلطه المكتب كما ذكر الاخ، انه فعلا المعامله تمر في اكثر من مكان، وهذا هو فعلا يعني كان الهدف منه الحد من الفساد. قال وتتضمن تخصص عمل، وان تسلسل هرمي محدد للسلطه هي مجموعه من الاجراءات والقواعد الرسميه والتفاعل الموضوعي لا يقوم على العلاقه الانسانيه والشخصيه، واختيار الموظفين تقوم على اساس مبدا الاستحقاق. يعني هنا حتى في موضوع اختيار الموظفين يقوم على مبدا الاستحقاق وليس على العلاقه الشخصيه والانسانيه. فعموما هي مدرسه اداريه ساهمت كثير في تطور العمل الاداري، و يعني ليس بالضروره ان تكون الانطباع المرجع عندنا هي الاداره. الان نتكلم في جانب علمي ومنهجي، لا نسقط احكام مسبقه على عين من النظريات الاداريه. نعم منى بتسأل هل يوجد رد؟ تطلع لا. نعم تطلع رسالة، تفضلي يا أخت منى. هو زي ما قلت لكم انه نركز على الكتاب هنا اشياء مختصره، لكن ربما يكون في اختلاف فقط في السياق في المفردات، لكن حقيقة هي نفس المعنى العام. طبعا النظرية الديمقراطية لشخص اسمه فايبر قال يشير في نموذجه بأن الرئيس أي رئيس المنظمة يحتاج إلى جهاز إداري لتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات والتعليم وتوفيق هيكل تنظيمي ذو سلطة هرمية تجري من أعلى إلى أسفل. وهذا الجهاز في تعريف فيبر في البيروقراطية هو البيروقراطية، وهذا التعريف ينطبق على المؤسسات في جميع القطاعات في جميع البلدان ومهما كان حجم المؤسسات. فعلا هذا اللي نقول هي البيروقراطية فعلا، انه هي سلطة المكتب، وانه تعدد الاماكن للمتابعات والمعاملات والاجراءات الادارية. قلنا انه كان واحد من اهدافه هي الحد من الفساد الاداري الموجود في المنظمات مع بداية الثورة الصناعية. ثم نأتي إلى المدرسة السلوكية. من يحدثنا عن ما هي المدرسة السلوكية؟ ممكن تكتب لنا بعض التعريفات أو حول المدرسة السلوكية. صحيح، المدرسة السلوكية تركز على العلاقة الإنسانية، تهتم بالفرد وسلوك العمل، تعتمد على فهم الإنسان. صحيح. طيب نمر عليها كذا سريع مع بعض ونشوف المقصود بالمدرسة السلوكية هنا. قال من ابرز خصائص المدرسه السلوكيه في الاداره القيام بالتركيز على الطريقه التي يتم بها اداره الانتاجيه، وذلك من خلال فهم سلوك العاملين. هذا انه قلنا انه تركز على الانسان، تركز على الفرد، تتابع الانتاج وعلاقته بسلوك العاملين سلبا او ايجابا، حيث يتضمن ذلك التوقعات والاحتياجات بالاضافه للاهتمامات وطريقة تفاعل المجموعات مع بعضها البعض.
نعم، اسماء المؤلف اللي سال عن اسماء المدرس، نعم اسماء المؤلف المدارس هو جانب مهم. ارجو ان تنبهوا، حتى بتلاحظوا بالكتاب هو حتى انه ذكر نبذه عن كل شخص من مؤسسي المدارس او رواد هذه المدارس. ويتكلم هنا قلنا في المدرسة السلوكية عن حركة العلاقة الإنسانية وحركة تنمية التنظيمات. أيضا من الأشياء التي يجب أن نعرفها عن المدرسة السلوكية، قال أنه يعد البحث المنهجي هو أساس هذا النهج، ويستمد من خلال علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والاقتصاد والطب، وظهر العلم السلوكي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. هنا نتحدث عن المدرسة السلوكية، انه فعلا هي علم النفس وعلم الاجتماع مؤثره في هذه المدرسه بشكل كبير جدا، وتدرس العلاقات الانسانيه وتاثيرها على 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 زياده الانتاج، او تاثيرها نقول عن سلبا او ايجابا. بالتاكيد انه اللي يسال عن الكتاب، نعم التركيز على الكتاب مهم. الشرائح فقط هي خلاصة وهي جوانب مختصرة ونبذ يعني قصيرة، لأنه نكرر دائما أنه في اللقاءات التعليمية لا يمكن أن تغطى كامل المادة أو أن نمر على كل التفاصيل. أتوقع أنه إن شاء الله المدرسة السلوكية واضحة، إذا حد في عنده استفسار او ملاحظه حول المدرسه السلوكيه ممكن يضعها. اتوقع واضح يا استاذ اللي يسال عن المدرسه العلميه، هو كان واضح في ذكرها وفي تفاصيل المدرسه، يعني الجوانب اللي تعرضت سميت المدرسه العلميه. على ما تركز المدرسه السلوكيه، ذكرنا ان المدرسه السلوكيه تركز على الانسان وسلوكه وتاثير ذلك على الانتاج، وايضا على الجماعات، وذلك فهو قلنا انه علم النفس وعلم الاجتماع يعني مؤثر كثير جدا في فلسفه المدرسه السلوكيه. الفرق اللي يسال عن الفرق بين السلوكيه، حقيقه هو صعب انه يجيب عن كل الاسئله، لكن الفرق السلوكيه والكلاسيكيه هي ربما تكون مختلفه اختلاف كلي. المدرسة الكلاسيكية تركز على الإنتاج ورفع الكفاءة والفاعلية من خلال التركيز على العمليات، من خلال التركيز على الأداء، من خلال التركيز على الإجراءات، لكن المدرسة السلوكية تركز على الإنسان وسلوكه وتأثير ذلك بالإنتاج، الاهتمام بالعامل بشكل رئيسي والظروف المحيطة به. المدرسة التنمية بنتي عليها بعدين، موضوع الأرقام والمدرسة التنمية سوف نأتي عليها إن شاء الله. المدرسة الكمية، من يعطينا نبذة عن المدرسة الكمية؟ لا، اللي سأل عن المصطلحات الإنجليزية مش مهمة، في مادة دراسة إدارية باللغة الإنجليزية فيها مصطلحات. صحيح، في أرقام وحسابات. What else؟ ايش ثاني؟ المدرسة الكمية هي من التطورات الهامة في الفكر الإداري، و يعني قدمت مدخل جديد للإدارة يعتمد على استخدام النماذج والأساليب الرياضية، ربما هي مقدمة لما يسمى بإدارة الإنتاج. يعني أنتم في دراستكم الإدارة في معكم مادة تسمى إدارة الإنتاج، فالنظرية الكمية أو المدرسة الكمية هي مقدمة لما يسمى بإدارة الإنتاج وبحوث العمليات. صحيح. صحيح، بدخل في إدارة. صحيح. يقول أن الخصائص الرئيسية للمدرسة الكمية في الإدارة هو نهج الإدارة القائم على استخدام الإحصاءات
ونماذج المعلومات والمحاكاة الحاسوبية كأدوات للتحسين في صنع القرار. هذا هو خلاصة المدرسة الكمية، أنها تعتمد على الأرقام بشكل كبير جدا وتحليل البيانات والإحصاءات والأرقام. وحقيقة لا أعتقد إنه اللي يسأل عن إنه يكون فهم مش نص. أتوقع إنه أن تصل الفكرة بشكل واضح هو المطلوب. أنتم طلاب يعني مرحلة جامعية، لا أعتقد أن المطلوب هو الحفظ بقدر ما هو المطلوب استيعاب المادة وأن تصل الفكرة فعلا واضحة ودقيقة. ثم نأتي إلى نظرية الإدارة بالأهداف. من يعطينا فكرة عن ما هي نظرية الإدارة بالأهداف؟ الكل يشارك في وضع الأهداف فعلاً، وتركز على 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 تحقيق الأهداف. هذه حقيقة يعني مستوى متقدم لفهم الإدارة. قال نظرية الإدارة بالأهداف هي نظرية وأسلوب عمل إداري يتم في تحديد الأهداف بصورة جماعية، الكل يشارك في إعداد الأهداف للمنظمة بطريقة أو أخرى من طريق حلقات النقاشات أو الاجتماعات، يعني يكون المنظمة طريقة في أخذ الأهداف لتحقيق أقصى عمل لفترة زمنية معينة مثلا 6 أشهر أو سنة، والتعريف العام التي قد توصل إلى هذه الأهداف لتداركها في نهاية المدة المحددة مراجعة النتائج. عموما يعني الإدارة بالأهداف هي لا تهتم كثير بالتفاصيل بقدر ما تهتم بالإنجاز وبالأهداف. وهذه حقيقة يعني هي نظرية مهمة جدا، وتحتاج إلى قناعة لدى الإدارة في للعمل بهذا النوع من الإدارة بالأهداف، لأنه تخفي المركزية تكون أقل، وتخف الرقابة أيضا على العمال إلى حد كبير. ثم نأتي إلى يعني نظرتنا المنظور التكاملي ونموذج الحرفزي في الإدارة، وبهذا نكون مرينا على أهم النظريات والمدارس الإدارية، الفكر الإداري. نعود إلى موضوع الإدارة بالأهداف. قلنا إنه بحاجة إلى قناعة لدى هذه النقطة لأنها حقيقة مهمة وتحتاج إلى توضيح. إنه يجب أن يكون لدى الإدارة العليا قناعة بمناسبة بممارسة الإدارة بالأهداف، لأنه زي ما قلنا تخف سلطة الإدارة على العاملين وموضوع الرقابة والإشراف عليهم، ويعني أيضا وضع أهداف خطط المنظمة من قبل الإدارة العليا وإنزالها لبقية المستوى الإداري. أيضا هذا قلنا لأنه في مشاركة أيضا الدراسة الجماعية للأهداف من قبل المستوى الإداري المختلفة، اللقاء المباشر بين المدير والمرؤوسين في عدة اجتماعات للتأكد من قابلية الأهداف، المراجعة الدور الأهداف وإجراءات تقييم السن الإنجاز، لأنه زي ما قلنا هنا تقيم الأعمال بالأوتكم، يعني مش المهم إيش اللي أنت يعني الوقت اللي أنت قضيته مثلا في العمل أو موضوع الدوام أو شيء، بقدر ما هو مهم هو الإنجاز. يعني هذا هو اللي يقول مو مهم الوقت أهم شيء النتائج. هذا هي الصيغة المبسطة لموضوع النظرية الإدارة بالأهداف. موضوع النظرية المنظور التكامل الإدارة هو أن نأخذ زي ما قلنا إنه ما فيش نظرية إدارية هي مطلقا أو حكم مطلق إنه هي الأصح وهي الأنسب. كل من النظرية الإدارية اللي تكلمنا عنها ساهمت في تطور علم الإدارة، ساهمت في التخطيط، ساهمت في تحسين الأداء الإداري، ساهمت في تحسين الإنتاج وفي الكفاءة اللي هو يعني تحسين الجودة بأقل التكاليف. كل في المنظور التكاملي في الإدارة هو المقصود بهذا، تكامل كل
النظريات، ويعني أن نأخذ من هنا شيء ونأخذ من هنا شيء، وسوف نجد لاحقا أن هنالك الكلام عند الحديث عن التخطيط والتنظيم والإشراف والمتابعة أيضا فيها تفاصيل كثيرة، وأنه هذا يؤكد أنه المنظور التكاملي أنه الأخذ من كل النظريات الإدارية أو جانب أيضا مهم. إن شاء الله نكون أنه يعني حاولنا بقدر الإمكان أنه نعطي خلاصة سريعة لأهم المدارس الإدارية، وبهذا نكون يعني انتهينا من الوحدة الثالثة تقريبا، وهي أطول وحدة حقيقة، وننتقل بعدها إلى وظائف الإدارة اللي هي التخطيط والتنظيم والإشراف وما إلى ذلك. وحقيقة في كان موضوع مهم في نظرية المبادئ الإدارية، كان فايول حدد 14 مبدأ، هذه مهمة طبعا للإدارة، ومنها تقسيم العواب. في أشياء بنحصل هي مشتركة مع نظريات أخرى، بنحصل مثلا احنا كنا هنا في حدث الأمر وكذا، فنشوف أنه تقسيم العمل، توزيع المهام والصلاحيات، يعني مبدأ السلطة والمسؤولية. عموما احنا قلنا الإدارة الكلاسيكية هي يعني في تحكم بالسلطة إلى حد كبير، وأنه التخطيط يكون من الإدارة العليا. مبدأ السلطة والمسؤولية، وحدة الإدارة، السلطة السلعية، لا مركز السلطة، روح الجماعة، مبدأ العدالة، وحدة القيادة، مبدأ الانضباط. هذه النقاط لو تمروا عليها بتحتاج تمروا عليها ببعض تمروا عليها هذه فقط، لأنه كان مرة هكذا بشكل سريع وما عاد وضحتها، فكان باب التأكيد هي أيضا جانب مهم. وأكد على نقطة إنه ما فيش مدرسة إدارية أهم من المدرسة الثانية، ما فيش نظرية حلوة ونظرية مش حلوة، كل العمل النظرية الإدارية حقيقة هي تكمل بعضها البعض، وساهمت بشكل كبير جدا في تطور العمل الإداري وفي تطور الإنتاج وتحسين الجودة. يعني كان التكامل ما بين المدارس الإدارية، هذا فقط النقطة حبيت أعود أعرج عليها بشكل سريع. ونحن نغلق هذه الوحدة المهمة حقيقة. كنت أتمنى كذا تفصيل، من يعطينا كذا خلاصة أهم ما درسناه في الوحدة، ممكن كذا نعمل كذا عليها يعني بشكل سريع، إيش أهم ما درسنا؟ مكتوب طبعاً، كل مدرسة تكمل بعضها البعض، كل مدرسة كل مدرسة وماذا تضم؟ مدرسة كلاسيكية، السلوكية، الكمية، صحيح. What else؟ إيش ثانية؟ قلنا إيش الفرق ما بين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة السلوكية؟ ممكن حد يعطينا المقارنة ما بين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة السلوكية؟ هي إيش الأخت أماني؟ مش إنه تركز على الإنتاج وهذه تركز على السلوك. خلينا نقول المدرسة الكلاسيكية ربما تركز على العمليات على المنتج من خلال العمليات، تقلل الإجراءات، تحدد طرق العمل، تضع خطة واضحة لطرق العمل، في حين السلوكية ربما تدرس بشكل كبير موضوع السلوك وأثره في الإنتاج. عن سميت نظرية الإدارة العلمية، ليش؟ من يجاب عليه؟ من كان في سؤال طرح، لماذا سميت العلمية أو نظرية الإدارة العلمية؟ ليش؟
من يقال عليه فيما سميت نظرية الإدارة العلمية، لأنه عدد فعلا بأسلوب علمي في حاجة اللي نسميه one best way، أفضل طريقة للإنتاج. لا خليك تسأل عن تسمية نظرية الإدارة العلمية. نعم، ما ايش السؤال؟ المدرسة الإدارة العلمية أنها تحدد بأسلوب علمي الطريقة، فهذه اللي قلنا عليها الـ one best way بأسلوب علمي. ايش غيرها؟ طيب نظرية المبادئ الإدارية، نظرية المبادئ الإدارية قصد واضح يا أستاذ فنان. متنا كخلاصة لنظرية المبادئ الإدارية، نظرية المبادئ الإدارية هي التي تركز على الإدارة ككل، ويعني يميز هذه النظرية هو السعي إلى الوصول إلى مبادئ إدارية عامة على المستوى النظري لتكون أساساً لعمل التنظيم. وهذه حقيقة ذكرنا فيها المبادئ 11 للفاير للإدارة. صحيح. طيب كان ذكر من ضمن الأشياء التي ذكرتها الإدارة الموقفية. إيش المقصود بالإدارة الموقفية؟ أو المدرسة الموقفية؟ المدرسة الموقفية في الإدارة يعني بمعنى إنه أي نظرية تعتمد، بمعنى تعتمد نظرية مش السلوكية. السلوكية خلاص ذكرنا هي التي تسلوك العاملين وأثر ذلك على الإنتاج. إحنا تكلمنا عن المدرسة الموقفية، ربما هي ما ذكرت في الشرائح الكلاسيكية القديمة والبيروقراطية ذكرت سلطة المكتب، لكن الآن نتحدث عن النظرية الموقفية. مش ديمقراطي بهذا المعنى، مش مسألة ديمقراطي ربما سياسة تكون إدارة، لكن هذا كان قصدهم كان البيروقراطي. النظرية الموقفية تقول إنه ما فيش نظرية إدارية محددة، ما فيش نظرية واحدة عامة هي الإدارة القديمة أو هي ممكن تتبناها المنظمة، لكن تقول إنه 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 كل منظمة لها 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 خصائص وظروف. أيضاً له صحيح أن كل منظمة نظام خاص فيها، وربما تأخذ من هذه النظرية، ربما تأخذ من تلك النظرية وتخرج بنظام عام وموحد لها لاتخاذ سياستها. لكي نستعلم الحقيقة موجود هنا في الكتاب، أتوقع في صفحة 115 كان موجود كان ملاحظة يقول إنه المدرسة الكلاسيكية اهتمام الأساسي لها الكفاءة والإنتاجية والعمل، الأهم العمل، والمدرسة السلوكية اهتمام الأساسي لها السلوك التنظيمي هو العامل. وحقيقة الآن يعني هي جانب مهم في المدرسة السلوكية، تركز على الموارد البشرية والكادر البشري. الآن مع تطور الإدارة ومع تطور علم الإدارة، الآن ربما كان عامل موظفين يسمى المال البشري، وهذا هو يؤكد لا ما وقفت الآن، باقي معنا بندخل في التخطيط عادل. قدر المدرسة السلوكية باعتبار أن رأس المال البشري الموارد البشرية، ومصطلح جديد هو رأس البشري. فالمدرسة السلوكية تهتم برأس المال البشري وبالكادر البشري، والمدرسة الكمية هي الاهتمام الأساسي لها نمج العلوم الإدارية أو إدارة كما قلنا إدارة العمليات وتطبيق الأساليب الكمية للحق والأشياء الصعب. عموما الهدف الرئيسي من كل ايش الهدف الرئيسي من كل النظريه الاداريه؟ يعني الاداره ايش الهدف الرئيسي من كل النظريه؟ حقيقه موضوع الاداريه موضوع يعني متشعب كثير وفي تفاصيل كثير، لكن ادخل في النهايه محصله
ما او كل المدارس اللي ايش في المحصل. هذا هو في الاخير هو يعني اداء واداره اكثر فكفاءه. يعني هدف كل النظريات الاداريه ثلاث تفاصيل، كل الشهادات الاداريه، كل النظريات، كل علماء الاداره. بالمناسبه لاحظ حتى لو تلاحظوا معظم علماء الاداره السابقين هم الذي هم مهندس تخصص كهرباء ولتخصص هكذا، لكن كان يعني الاداري انجاز الكفاءه كان الدافع الرئيسي وراء كل هذه النظريات الاداريه، انه اداء فعاليه وكفاءه اي النتائج باقل التكاليف. عموما كان هذه الخلاصه لاهم اهم لاهم المدارس، و انه لن تعطوا هذا الموضوع كبير انه في تفاصيل جدا. كان هذا هو الجانب المهم الرئيسي في النظريه الاداريه. وثم ننطلق الان بعدها يعني بقيه الكتاب الان حقيقه هو بيركز بوظائف الاداره. من يقول لنا ايش ما هي وظائف الاداره؟ على حقيقه احنا بنشوف هي جزء من ال يعني جزء من النظريات السابقه ربما ذكرت. ما وايش ثاني؟ التنظيم، التخطيط، التوجيه، الرقابه، صحيح نعم احسنتم. يعني هو حقيقه ليس وظيفه من وظائف الاداره، لكن ربما ايضا هو داخل فيه ايضا هو ايضا فيها جزء منه. تخطيط التسويق ايضا له خططه وله مجالاته صحيح. ايش الهدف الان لو فعلا ثلاث الاشياء اللي انتم ذكرتموها؟ نبدا بالتخطيط. ما هو التخطيط؟ ايش التخطيط؟ ما هو التخطيط؟ حقيقة صحيح حقيقة التخطيط من أهم الوظائف، وكل شخص به عمل إداري يجب أن يكون عنده معرفة الإدارة. يعني هذه نقطة مهمة، إنه التخطيط ما ورسالتكم على جانب عملي، انه من اهم المهارات التي يجب ان يلم بها كل مدير بمختلف مستويات الاداره التخطيط. التخطيط تكمن اهميته بانه هو الذي يقول اي عمل قبل ان نبدا عمل، لانه في منها ما هو اثناء وفي منها هو فعلا هي عمل تفكيري يسبق التنبؤ. فعلا اهميه التي ترسم المسار وهي التي ترسم الطريق. التخطيط هو وضع مخطط لتحقيق هدف معين من خلال تحديد الموارد والمهام والاجراءات والجداول الضروريه. طبعا بالمواد كافه الموارد سواء الموارد الماليه، الموارد البشرية، أو ما هو متعلق بالمات، وما هو متعلق بالبنى التحتية والتكنولوجيا. التخطيط وضع مخطط لتحقيق هدف معين من خلال تحديد الموارد والمهام والإجراءات والضرورة، بحيث يعبر الهدف عن الغرض المستقبلي تسعى المنظمة للوصول إليه. إذا التخطيط تكمن أهميته بأنه هو الذي يرسم أفكار نحو تحقيق الهدف. ما بين الهدف المعرفة هي هنا الخطة. ما الفرق بين الهدف والخطة؟ عموما الهدف والخطة، نشتي الآن نعرف الفرق ما بين الهدف والخطة. الخطة فعلا الخطة هي المسار، الهدف هو الاوتكم المراد تحقيقه او الوصول له، النتيجة النهائية المراد تحقيقها. والهدف هي طريقة الحصول على على على
على الهدف او طريقه تحقيق الهدف. صحيح. اهميه التخطيط، من يعطينا فكره عن اهميه التخطيط؟ ما هي اهميه التخطيط؟ انا يا دكتور بعطيك. تفضل. من اهميه التخطيط ان هي جنب المنظمه المفاجات. ايه صحيح. ويوفر الامن النفسي للعاملين. غيرك. نعم غيره. اقول يا دكتور. نعم. يعد مهم لكي يوضح انجاز الاهداف التي يتم وضعها. صحيح. غيره. انا بس كيف. بس واحد ثاني. يوضح الموارد التي يجب استخدامها في المنظمة. صحيح. كذلك يوضح تحقيق الأهداف. صحيح. قياس الأهداف. نعم. التخطيط يوضح تقريبا شو اسمه، يوضح مقدم الموارد الواجب استخدام الأفراد والأموال. نعم نعم. أو يحدد الوقت اللازم. نعم الوقت اللازم لتنفيذ المهمة. أيضا يوفر الأمن النفسي للعاملين. صحيح. يزيد طيب. من الكفاءة الفعلية بما ساعد على تخفيض التكاليف. ممتاز. نلاحظ إنه التخطيط في لوفي. إحنا بنأخذ كذا اليوم بشكل سريع، لكن إن شاء الله إحنا في اللقاء القادم نمر على تفاصيل التخطيط وأيضا الأشياء الأخرى. مراحل التخطيط، من ممكن أعطيني فكرة ما هي مراحل التخطيط؟ تحديد أهداف المنظمة. نعم. تحديد أهداف المنظمة ووضع بدائل متعددة واختيار البديل ووضع هذه فعلا من أهداف التخطيط أو من فوائد التخطيط. تمام. أو يعني أهمية التخطيط، لكن مراحل التخطيط. وضع عدة بدائل أو بدائل مختلفة عن الخطة الأساسية. أيوه. هذه أول ممكن نقول هل هذه أول مرحلة؟ لا، هذه الثانية تقريبا أو الثالثة. صحيح. أول شيء نضع الهدف. تحديد أهداف المنظمة. أيوة، يعني أنه اختيار بديل مناسب. سواء بالمناسبة حتى تكون هنا في كتاب وذاكر إنه تحديد أهداف المنظمة، هذه ربما خطة استراتيجية للمنظمة، لكن أيضا أي نشاط أي عمل نقوم به حتى في التفاصيل على مستوى الادارات الوظيفيه في المنظمه، يمكن لكل مستوى وظيفي في المنظمه خطه. فيجب ان كل مستوى اداري يكون له خطه. فعموما الخطه انه اول شيء نضع الاهداف، تحديد الاهداف، ثم هذا وضع بدائل متعدده ومنطقيه لتحديد الاهداف. في الحديث عن الأهداف بالمناسبة، يعني ونحن نتحدث عن الأهداف، كيف نقسم الأهداف؟ على حسب الظروف، البيئة الخارجية. أهداف استراتيجية وأهداف طويلة الأجل وقصيرة الأجل. نقسمها على موضوعين، قطاع الموارد البشرية. يقال ان الهدف must be smart، يجب في الاهداف في خلاصه تسمى smart objective، SMART. ايش المقصود بها؟ مرت عليكم؟ لا والله يا دكتور ما قد مرت. مرت علي بس ناسيها. smart الاس from specific، يعني ان يكون الهدف محدد، يجب أن يكون الهدف محدد، يعني واضح ومحدد. يعني أن تضع المنظمة أهدافها. أيوة، الهدف يجب أن يكون محدد. أيضا هذه حديث الآن عن 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 صفات الهدف أو عن مواصفات الهدف. smart الاس from specific يكون محدد. M measurable، يعني الهدف يكون قابل للقياس سواء بنسبة بعدد بكمية، ضروري أن يكون قابل للقياس. S from specific، M measurable،
أي achievable، achievable أي قابل للتحقيق. الأهداف قلنا هدف مثالي، لكن قابل أيضا تكون واقعية نستطيع الوصول لها، قابلة للتحقيق، مش أهداف بعيدة المنال يعني ترقى إلى 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 أن تكون أحلام يعني. تمام، تكون واقعية. realistic الآر from realistic أي حقيقي واقعي. الهدف يجب أن يكون realistic واقعي. هرمي ومتسلسل. لا أنا الآن ما أتكلم عن هرمي، أتكلم عن مواصفات الهدف، محدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، الرياليستيك واقعي، التي فروم تايم الوقت، يكون في ايضا وقت لتحقيق الهدف. هذه هي المواصفات الاساسيه للهدف. هذه قلنا لانه نتكلم عن التخطيط، قلنا النقطه الاولى للتخطيط هي اول شيء وضع الاهداف، ثم ماذا؟ ايش الذي يليها؟ اتكلم عن الخطه، الاهداف معنا اهداف، وضع بدائل متعدده ومنطقيه لتحقيق الهدف. بدائل متعدده ومنطقيه. طيب ثلاثه اختيار البديل المناسب عند تقييم انواع الاهداف، وهي حقيقه انواع الاهداف تنعكس على انواع الخطه. في معنا الخطط اللي هي خطط اسمها لونج تيرم بلان، خطه طويله المدى، الاجل، الخطط الاستراتيجيه. نشوف الناس يتكلموا الان من فتره يتكلموا عن 20-30 20-35 اللي الخطط اللي لعشر سنوات لخمس سنوات استراتيجيه، وعلى ضوءها بطبيعه الحال يكون في معنا اهداف استراتيجيه، اهداف بعيده المدى، وفي ايضا خطط تكون قصيرة المدى أو تكتيكية. هذه اللي خطط سنوية أو هكذا تسمى يعني خطط قصيرة. وأيضا تصنف الأهداف في أهداف للمستهلك، وأهداف للشير هولدرز الملاك، وأهداف للعاملين في المنظمة. هذه إن شاء الله هذه الآن زي ما قلت لكم هي خطة سريعة. الخطة الثانية وضع بدائل متعددة. ما هي الثالثة؟ في التخطيط اختيار البديل المناسب. اختيار البديل المناسب من البدائل، اول شيء اهداف، بعدين نوع البدائل، ثم اختيار البديل المناسب بعد تقييم كل بديل، وضع الخطط لمتابعه تطبيق البديل المختار. تطبيق البديل المختار خلاص هذا اتفقنا عليه. خلاص الان تطوير وضع خطط الاستراتيجيات، تقييم البديل المختار، وضع الخطه في التنفيذ. ثم التنفيذ، له موضوع تنفيذ الخطة. هذه الآن كمقدمة حقيقة عن التخطيط. لكن عموما احنا بنمر زي ما قلت لكم بعد بنمر على التخطيط. ان شاء الله اللقاء القادم نمر على التخطيط بتفصيل اكثر، وايضا بقيت على المهام الإدارة اللي كنا بقيت عناصر الإدارة اللي التنظيم والتوجيه والرقابة وصناعة القرار. هذه ان شاء الله بقيت الوحدات ان شاء الله في اللقاء القادم، وحقيقة هي مقارنة بالوحدة السابقة هي وحدات خفيفة وشيقة إن شاء الله وبسيطة. فقط لعله يعني المدارس الإدارية هذه اللي لغط، لكن إن شاء الله إنه في اللقاء القادم ننهي مع بعض هذه بقية الوحدات. أتمنى إنه فعلا لو نمر عليها من الآن نقرأها. المادة جميلة والمادة شيقة والمادة مهمة في تخصصات الإدارة وتفرعاتها. احنا بنلاحظ انه عموما يعني حتى مثلا المحاسبين او في إدارة المالية ايضا هم بيدخلوا معنا في التخطيط، ويدخلوا معنا في التنظيم، ويدخلوا معنا في التوجيه والرقابة. كل إدارة، كل مستوى إداري وين اختلف، انا لانه ممكن يكون في طلاب محاسبة مثلا، طلاب إدارة او طلاب تسويق. فعموما هذه مهام الإدارة في كل فروع الإدارة هي مهمة، سواء إدارة أو محاسبة أو تسويق أو غيرها، هي تخصص مهم أو مادة مهمة. أتمنى لكم بالتوفيق إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تفوق إن شاء الله والتوفيق، وإلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى.
you